العقبة السابعة: الظروف. كثيرا ما يحتج الطلاب بالظروف المحيطة بهم وأنهم غير قادرين على الدراسة والنجاح والتفوق بسبب الظروف السيئة التي يعيشون بها، وقد تكون هذه الظروف بسبب مشاكل المنزل أو طبيعة المجتمع أو طبيعة البيئة المحيطة بالطالب كونها بيئة لا تناسب الطلاب، وكل هذه أوهام لا بد من التخلص منها. واعلم أن الظروف الصعبة تصنع منك إنسان عظيم، وإني لسمعت عن بنت هجرت من بيتها قصرا مع أهلها بسبب الحرب، وتدمر بيتها وخسر أهلها أملاكهم وأموالهم وذهبوا واستأجروا منزل بمكان آخر، فتغير عليها البيت بعد أن تحول من بيت واسع كبير لها تأخذ راحتها فيه كيفما شاءت، انتقلت لتسكن بيت متواضع يكاد يسع عائلتها، فتغير عليها المكان، وتغيرت عليها المدرسة، وتغير عليها صويحباتها بعد أن فقدت مدرستها وصويحباتها أيضا، تغير عليها كل شيء: البيت، المدرسة، المجتمع، الأصحاب، كل شيء. ومع هذا لم تقل أن الظروف صعبة وأن أهلي خسروا كل شيء وخسرت بيت الطفولة وسواها من الظروف والحجج، فلم تحتج بأي ظرف، وإنما ثابرت وأكملت طريقها العلمي ودرست دون ملل ودون كلل لتتخرج من الثانوية العامة فرع علوم الحياة بتقدير ممتاز بعلامات 93% الأولى على المدرسة، بل الأولى على عدة مدارس. الظروف الصعبة ينبغي أن تصنع منك إنسان عظيم، لا أن تجعلك إنسان ضعيف. وأعرف طالبة جامعية أخرى بأصعب جامعة في بلدها، وأعرف أهلها وطبيعة بيتهم. لديها أختين مرضى أمراض عقلية وأخ آخر ثالث أيضا مريض مرض عقلي، لا يفقه شيء في الدنيا، غائب عن الدنيا تماما، يقضي طوال وقته بالصراخ، وحال البيت كله ضجة وانتباه على الأبناء المرضى. ومع هذا لم تجد هذه البنت أن وضع البيت لا يسمح لها، وأن الظروف يعني صعبة عليها لتتعلم وغير ذلك، بل ثابرت ودرست وفعلت كل ما تستطيع فعله لتحقيق النجاح. هذا وهي بنت، وهذا حال بيتها. تخرجت من الثانوية العامة علوم الحياة بتقدير جيد جدا، لم تحتج أبدا بظروفها القاسية الصعبة، فكيف تحتج بظروفك بعد أن تسمع من هذا حاله؟ وأعرف الكثير الكثير من الحالات لطلاب ظروفهم صعبة جدا، ومع هذا لم يضع الظروف عائق عن العلم. فأعرف من يدرس وهو يتيم الأب والأم، وأعرف من يدرس وقد مات والده قبل الاختبارات النهائية في الجامعة، وأعرف من ماتت أمه قبل امتحانات الثانوية العامة علوم الحياة بأسبوع واحد فقط، وأعرف من ترك الجامعة بسبب الفقر فذهب ليعمل وانتقل لجامعة أخرى أرخص، فكان يعمل ويدفع ما يكسبه ليتعلم، وأعرف من استهتر بفترة ما بالمرحلة الجامعية فرسب ثم رسب ثم رسب حتى اضطر لتغيير التخصص، ثم رسب ثم اضطر لتغيير الجامعة فانتقل لجامعة أخرى أسهل، فدرس ونجح ثم رسب ثم أكمل حتى تخرج من الجامعة تخصص تعليم كمبيوتر وعمره 28 سنة. تخيل، كان له أن يتخرج بعمر 21 أو 22، تخرج على العمر 28 سنة. كل هؤلاء ثابروا ونجحوا ولم يجعلوا الظروف عائق عن النجاح والتفوق البتة، فكيف تجعل ظروفك عائق وأنت تعلم أن ظروف هؤلاء الناجحين كانت أشد وأقصى من ظروفك؟